السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل اتصالات سعودية مكثفة للتهدئة مع صنعاء، وإلى التفاصيل. وصل ولي العهد السعودي الخميس اتصالاته المكثفة لليوم الثاني على التوالي، وذلك وسط مخاوف من تصعيد عسكري يمني. وأجرى محمد بن سلمان خلال ساعتين فقط اتصالات برئيس الوزراء العراقي والرئيس الروسي، إضافة إلى الرئيس الفرنسي. وجميع الاتصالات وفق ما نشرته وسائل إعلام رسمية سعودية كرست لمناقشة التطورات في المنطقة. والاتصالات الجديدة تأتي بعد ساعات فقط على اتصال لبن سلمان بالرئيس الإيراني، يعد الأول منذ تنصيبه رئيسا. وتأتي الاتصالات المتواترة لبن سلمان والتي تعد الأولى من نوعها من حيث الكثافة والتوقيت، وسط عودة التوتر مع اليمن، مع تهديد قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي بفرض معادلة عسكرية جديدة تتضمن المطار بالمطار والبنوك بالبنوك والميناء بالميناء، وذلك في رد له على التصعيد السعودي اقتصاديا من عدن. وأغلب الدول التي طرقها بن سلمان وتحديدا العراق وروسيا سبق وأن لعبت خلال السنوات الماضية دورا في الوساطة سواء مع اليمن أو إيران. وتشير خارطة تحرك بن سلمان إلى سعيه البحث عن وسيط جديد في ظل تعثر المساعي الأخرى للتهدئة. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.